يعطيك العافية يا شباب. الله يعافيك. أهلا وسهلا. مور ما يأمرش عليك ظالم. بتعرف لي فلة السعادة لصاحبها أبو مس أبو ثامر خرباصة؟ هاي فيلته. نعم بدي شوفه إذا أبصرش ثقلي. ليش مين بتكون يا نور العيون؟ أنا أبو مزع المزراب ابن ضيعته وقرايبه لأبو ثامر، لأني من قرية المستحية. أنا ليش معلمنا من قرية المستحية؟ إلا من قرية المستحية. وبيعرفك هو؟ أنت شو بدك بهالشغلة؟ ها؟ فوت قل له قرايبك وابن ضيعتك بالباب واقف. يلا شو هالتحقيق هذا؟ استنى لحظة بشوف. استنى. ألو، مرحبا معلم. سيدي في واحد عم يقول إنه هو ابن ضيعتكم. إيه هون عندي برا وجاي لعندكم بزيارة. نعم اسمه أبو مزعيل. أبو مزعيل. أبو مزعيل إيش؟ مزراب. أبو مزعيل مزراب سيدي. لا مزراب. حاضر. الله معك سيدي. وصلوا لعند المعلم. تفضل. شرف. شكرا يا خيي. مع السلامة. يعطيك العافية معلمنا. الله يعافيك. أهلا وسهلا. تمرشي معلم؟ لا سلامتك يا أمي. تفضل تفضل يا أخي تفضل. الله يزيد فضلكن ويديمكن فوق راسنا ذخر. أهلا وسهلا. تفضل استريح. ما عرفتنا على حالك. منين الأخ؟ الداعي أبو مزع المزراء من قرية المستحية. قريتكن يعنى. أهلا وسهلا. والسبعة نعم. الحقيقة أنا صلي أكثر من 7 سنين ما زرت الضيعة، يعني انقطعت مصالحي فيها. أهلي كلهم صاروا بالشام، حتى لهجتي صارت شامية. أهلا وسهلا فيك يا أخ. بكم يا سيدي بكم. أهلا وسهلا مور. والله الحقيقة يا سيدي إنه عندي طلبين اثنين، وبدي من جنابكن يعني هيك تساعدوني بحيث إني أبعرفش حدا بهالدولة. وقال انتو الله يديم عزكين ويعلي مراتبكين بتهزوا الدولة هز. شو هالحكيات؟ هيك عم يقولوا. مش من عندي هالكلام يا سيدي. واني عم اطلب منكن هالخدمة باعتباركن يعني ابن المستحية، والشجرة يلي ابت فيش على كعبها قلعها اولى يا سيدي. المهم شو هالطلبين بقى؟ واحد لابني مزعيل الضربان بده يتوظف حاجب عن شي مسؤول، يعني مثل هالشباب يلي برا بيقعود وبيشرب شاي ويعني بس للأمانة مزعيل أخلاق عالية ومن جميعه، وما بيحبش الفليحة والتعتير، يعني مثله مثل غيره من هالشباب يلي هاجروا من الأرض وتركوها وتعبعبوا بالمدينة. على عيني. وغيره؟ في عندي يا سيدي طلب ثاني لجار عزيز كمان متعلق بابنه، يعني بده يتحشو بسلك الإطفائية. والثاني كمان أخلاق عالية للذمة والأمانة وشجاع وقوي وبيحب النار كثير يا سيدي. ماشي الحال ماشي الحال. بعون الله طلبك مقضي يا أبو مزعل. بكفي خدمك لأنك ابن ضيعتي، ويلي ما في خير لضيعته ما في خير للبلد كله. مظبوط يا أبو مزعيل؟ مظبوط يا أبو مزعيل ولا لا؟ والله يا سيدي مظبوط. والله يديمكن وينصركن على أعدائكن هيكي ويقصر يعني الله يخليكن. المهم أنت أعطيني أسماء ولا يهمك. حاضر يا سيدي. غدا جاهز معلم؟ ماشي ماشي. تفضلوا يا سيدنا. وهي أسماء الشباب. على عيني. إن شاء الله طلبك مقضي بإذن الله يا أبو مزعل. وفي شغلة ثانية وبتمنى تاخذوها يعني دخيلكين، بمعنى الأخوة والهمشيرية إذا بتعزوني. وشو هالشغلة بقى؟
هالأرنب هدية من جنابي لجنابكين، مش رشوي لا سمح الله يا سيدي. لا بس الواجب واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدي. ماشي الحال، شكرا لك يا ابو مزعل. يا صبري مر معلم، خذ الارنب من ابو مزعل. وينك صبري؟ عفوا سيدي، في شغله مهمه كثير بخصوص الارنب لازم قولها. انا قول قول ولا يهمك. الارنب يا سيدي طيب مع الملوخيه وبلا مع المية، اذا قطعتوه وشويتوه على النار بذوب لحمه. ها بذوب، بدكن تنقعوا بالخل والثوم والزيت، ومش اي خل، لا شوية من خل العناب وكثير من خل التفاح، وبتعصروا له فوق الخل تحصروم مش ليمون سيدي. ايوه، وبهالطريقة بيقسى لحمه وبصير طيب. ولا يهمك، رح نعمل بنصيحتك. اتفضل على الغداء. مش ممكن سيدي دخيلكن، مش ممكن. شو هالحكي؟ يعني مش ممكن، انا شبعت بدلالكن ليا. اي معلش معلش، قوم كم لقمه بس. على فضل. عيني وراسي. الحقيقة أنا لحالي بالبيت، العيال والولاد بالشاليه باللهدية، والله بعتك بالوقت المناسب حتى نتسلى مع بعض. تفضل تفضل كول. قلي لشوف، شو أخبار ضيعة المستحية؟ والله يا سيدي بدنا يعني هيك دعمكن. لأنه يا سيدي في بعض المسؤولين، يعني عم قول بعضهن يلي جايين من الضياع، بيخافوا إذا اعتنوا بقريتهن يقولوا الناس عنهن إنهن متحيزين لضياعهن. أي خرب بيتكن، وعفوا يا سيدي أنا عم بقصدهن إلين، يعني إذا ما كان فيكن خير لضيعتكن رح يكون فيكن خير للشو. والله المسؤول الفلاني يا سيدي، وبدون ذكر الأسماء لا تحرجونيش، اسمحوا لي، سمحوا له بتمديد المي لضيعته، سمحوا له، رفض، قال بكرة بيقولوا إني ما مددتش المي لضيعتي إلها لأنها ضيعتي. شوفوا يا سيدي على هالقافية العرجة، شوفوا. الحماك يا أبو مزعل، تفضل تفضل كول تفضل. على عيني يا سيدي، بس يعني قبل ما بلش في الأكل، في كلمة هايكي يعني بدي أقولها، إذا يعني ما فيهاش إزعاج أو انطشاش أو يعني تنطعاش يعني. احكي ولا يهمك. الحقيقة يا سيدي إنهن قالوا لي، هن قالوا لي إنكن شايفين حالكن ورافعين من خاركن وشامين ريحة باطكن، وبتحكوا من روس منافسكن كأنكن شامين ريحة بشعو. لا وشلون شفت؟ كله حسد يا سيدي. كله حسد وضيقة عين. الله يعلي مراتبكن ويديمكن لهالوطن ذخر. عم قلكن شو احتفافية، شو احتفافية، قد ما بتقولوا أكثر. ووظف صالح وعمل لي صفرة للمنظر مش للأكل، يعني على كل ضرس لون. قدم لنا المقمر والمشمر والمبهر والمشوي والمقلي وبالزبدية وبالصينية، شغلة فوقانية كثير كثير قد ما بتقولوا أكثر. الله يجزيك الخير يا أبو مزعل. هيك ها، هذا اسمه رجال. نيالك يا أم مزعل، والله بحزك على هالرجال. لسه ما شفتوا شيء. أبو مزعل لو بده بيهزه لشجرة الزيتون بينزل تفاح. الله يعزك يا أبو مزعل، يعني لو ابنك ما بتشتغله مثل ما اشتغلت لابني صالح. وفوقيها هذا أرنب هالقد قده مهبير. ولا يهمك، هلق بعطيكي بداله أرنبين. لا مش قصة أرنب وثعلب، بس يكون بمعلومكن انه البس ابي يصطدش الفار كرمال صاحب الدهر. شو قصدك؟ يعني وظفت ابني مزعل كمانه. يي
مقواك يا ابو مزعيل، والله بيطلع لك تكون انت مختار المسيحية. اللي حارق قلبي يا ابو زينب انه هالشجر بارضي كل ماله عمي بس، وعدان المي ما عم يلحق يدور الا كل 15 يوم مره. ايه اتحمد ربك واشكره يا ابو ابراهيم، اني احيانا مش عم يلحقني دور بنوب، وعم بجيب صهريج مي بالمصاري حتى اسقي بستاني. وبصراحه يا ابو ابراهيم مصروف المي دابحني ذبح. طيب والحل؟ حاكم انا وانت بالهم سوا، وارضي جنب ارضك، يلي عم يصير فيني عم يصير فيه. الحل بالبير، لازم نحفر بير باي شكل. نحفر بير؟ ايه طبعا يا ابو ابراهيم. ايه بس كلفته عالي يا ابو ابراهيم. الله بيدبرها، احسن ما ندفع كل يوم والتاني حق مي. بس كمان يا ابو ابراهيم مش هون المصيبه. وين المصيبه؟ المصيبه يا ابو ابراهيم انه حفر البير بده موافقه من المدينه، واذا احنا حفرنا بير من غير موافقه بيطمرونا اياه وبيغرمونا بمصاري، ويمكن كمان ياخذونا على الحبس. طيب والحل يا ابو زينب؟ الحل يا ابو ابراهيم بدنا واسطه من الشام. بالشام؟ بس انا ما بعرف حدا بالشام. واني ما بعرف حدا. ايه اتذكرت، خيك ابو مزعل بيعرف. خي ابو مزعل ما غيره؟ ايه ابو مزعل ما غيره. شو ناطر بعد؟ مو من 6 أشهر وظف ابنه بالشام. قوم قوم تنحكي معه. هلقتني؟ ايه هلقتني، دق الحديد وهو حامي. قوم قوم. ها اهلا وسهلا ومرحبا. بلا مهلي. يا هلا يا هلا بمنظار. يعني ايش بدي قلكن، طلبكن مقضي، مقضي باذن الله. وابو ثامر خرباصه صاحباي، صاحباي من الروح للروح. يعني هلا التنية غرضنا مقضي نروح لعنده يعني؟ اي انتو روحوا لعنده واني راح اعطيكن العنوان. اي قرة عيني، وشو بدنا نقول له؟ ها تفضلوا لقلكن شو بدكن تقولوا له. تفضلوا. انتو بس قولوا له لابو ثامر خرباصه، قولوا له ابو مزعل بعثنا لعندكن، وهو راح يحطكن على راسه وراح ينفذ لكن مطالبكن. يعني ما فيها ثقل عليه؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. عم قلكن ابو ثامر خرباصه ملبسه سكره يعني، وروح قلبه يخدمه لضيعته. هو خلي بعظمة لسانه، قال لي ابعث مين بدك إياه لعندي، أنا بخدمه، أنا خدام إلك ولكل أهل ضيعتك. بقى أنت يا أبو إبراهيم يعني مقامك من مقامي، أنت أخي. طيب خي أبو مزعل ناخذ له معنا شهدية. أعوذ بالله أوعكين أصحكين. ها بدك تفوش علي إنت؟ أنا أخذت له أرنب ومشي الحال. الله يجزيك الخير يا ابو مزعل، بشرفي انك شهم قبضاي. شو بدنا نساوي يا عمي؟ بدنا نخلو. نعم نعم. قلوا نحن اولاد ضيعته وطرقين مشوار من المستحيه حتى نزوره ونتشرف. نعم نعم. ايه طيب وقفوا على جنب شوي، استنى لحظه انتبه. نعم نعم. الو مرحبا معلم، في جماعة من الضيعة حابين يزوروك. ايه لا هون عندي برد. طيب حاضر الله معك. يا صبري صبري. يا معلم تعال شوف، خدهم وصلهم لعند المعلم. حاضر. هوام بسرعة. كثر خيرك. كثر خيرك. تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل يا اخي تفضل. السلام عليكم ابو ثامر. السلام عليكم. اهلا وسهلا وسهلا ومرحبا. اهلين كيف الصحة؟ تفضلوا اقعدوا تفضلوا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقة نحن آسفين على الإزعاج بس مضرورين ومضطرين. اهلا وسهلا ومرحبا. تأمروا. عرفتوا لهالرجال؟ لا والله، مين بيكون بلا صغراء؟ ولو الأخ بيكون قريبه لشخص عزيز على قلبك. عزيز على قلبي؟ إيه مين بيكون يعني؟ لازم تكون عرفته من الشبه، بيكون خيو لابو مزعل.
مين أبو مزعيل؟ ولو أبو مزعيل مزراب؟ كمان ما عرفته. ولو يا أبو تامر، أبو مزعيل مزراب يلي هداكن الأرنب، بس الحقيقة الحق بإيدكن تنسوا، أنتوا مشاغلكن كتيرة. عرفتوا يا سيدي؟ إيه هلا عرفتوا. أبو مزعيل أنا ببقى خيو. والسبعة نعام، أهلا وسهلا، شلونكن؟ إن شاء الله. والله أبو مزعل بيسلم عليك وبيقول لك إن تدبرنا رخصة مشان نحفر بير بالمستحية مشان الأراضي تشرب. بقى أنتو وسماحة نفسكن. تكرم عينكن، على راسي، بتستاهلوا أنتو. يعني هلا اقتنية شغلتنا بتمشي؟ ولو أنا رح أبذل كل جهدي، بس بدي أسألكن سؤال، قديش بتبعد أرضكن عن الطريق العام؟ 5000 متر. ماشي الحال، تفائلوا بالخير إن شاء الله. يا صبري، وصينا على شوية فراريج وشوية كباب وشوية مشاوي من المطعم الصحي، يعطيك العافية يا ابني. والله لبك عليكم يا أبو ثامر. لا ولو، ما ممكن تروحوا بلا غدا، أنتم من ضيعتي، ضيعة المستحية. شلون هيك؟ شلون؟ شلون ما عرفني معقول؟ والله يا أخي يا أبو مزعل ما عرفك. أنتوا كنتوا قولولو أبو مزعل مزراب يلي هداكن الأرنب. هو مش حلو تحطوها على عينه، بس لازم تذكروه يا خي. أي هو تذكرك مضبوط لما ذكرنا بالأرنب. إي بس الشهادة لله، الزلمة شهمه قبضاي، غدانا وحلانا واحتفل فينا كرمالك. إي وعطانا موافقة حفر البير. الله يا خي أبو مزعل، تاريخ دولة وإلك صولي وجولي. شو بدنا نسوي يا عمي؟ يعني بدنا نخدم. يا خي أبو مزعل، ممكن تقبل مننا هالخروف هدية؟ ممكن. تكرم عينك يا خديجة، انت قولي لي واني بتصرف. يا ستي قالوا لي انه ابو مزعل بيعرف مسؤول كبير بالمدينة وبدنا اياه يحاكي لنا اياه مشان 200 كيس شمينته بالسعر العادي. بدنا نعمر اوضه للولد بهالبستان، بتعرفي كبر وصار بده اوضه ينام فيها لحاله. واذا صارت هالشغله يا ام مزعل، لك مني نعجه هالقد قده. تكرم عينك يا خديجه، اليوم المسا بحكي مع ابو مزعل. اهلا وسهلا ومرحبا. ما تعرفنا، مين حضرتكم؟ نحن من ضيعه المستحيه، ضيعتكم يعني. من المستحيه. أنا عمو أكرم. منين من المسحية بالضبط؟ أنا ساكنة بقرب وادي الجلغوم، وهذا ابن عمي مسعف، وخواتي نوري وعزو واقفين برا. يعني أنتوا بتعرفوني يا بلهلا؟ بصراحة لا، لأنه أنا كمان ما عرفتكم. ولو نحن جيرانه لأبو مزعل. مين أبو مزعل؟ أبو مزعل، أبو مزعل مزراب يلي هداكن الأرنب السنة الماضية. اهلا. ايوه اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. امر بصراحه بدنا 200 كيس شمينتو بسعر رخيص، بدنا نعمر اوضه للولد بالبستان. بقى بحق موانه ابو مزعل عندكن، ومعستو عليكن انكم ما تردونا خايبين. لا ولو، انتو اهل ضيعتي وانا بالخدمه. يا صبري. يا معلم. يرضى عليك، وصينا على صينية أوزي وصدر كنافي من مطعم مرايا. حاضر معلم. الله معك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. ألك يا عمي، أنا وياه، أنا وأبو ثامر خرباصة مثل الأخوة، عشرة عمر يعني، عشرة طويلة الأمد هيك. إيه وحطلنا هالأكل وهالشرب وهالفواكي وكله كرمالك يا أبو مزعل. طبعا كرمال خاطره، لك منين نعرفه نحن؟ ترى هو كان رح ينسى، بس لما ذكرناه بالأرنب عرفك رأسا. الحق بإيده، في ضيعة المسحية أكثر من 2000 أبو مزعيل. الله يديمك يا أبو مزعيل، الله يديمك، أنت فضلت. وهلق يا أبو مزعيل، ممكن تقبل مني هالمعزاي؟ ليش هو هالغلبي يا عمي؟ ليش هو هالغلبي؟ نحن بدنا نخدم وبس. معلم أبو ثامر، أنت بلا زغرة أبتعرفناش، نحن جيران لخي أبو مزعيل. أبو مزعل مزراب اللي أبو مزعل مزراب يلي هداني الأرنب، مو هيك؟ أي نعم يا سيدي بالضبط. والحقيقة هو بسلم عليك كثير السلام، وكان حابب يجي معنا، بس الله يعينه مشغله كثير. الله يعينه. يا أبو مزعل بيأمرني أمر. يا صبري. حاضر معلم.
المهم خير، شو الطلب؟ احنا يا سيدي مستملكين ارض وهي بالاساس املاك دولي، بس الدولة ما انذرتناش بانه نكف اليد عنها وصرنا فيها 25 سنة. بقى بحق المودة والمعزة اللي بينكم وبين خيب ومزعل تنهون هالقضية بانه يصدر حكم من الاصلاح الزراعي لصالحنا. تكرم عينك، بس هلا قوموا نتغدى بعدين بنحكي. جاهز يا صبري؟ جاهز معلم. تفضلوا. يزيد تفضل. اهلا وسهلا. بالمهل يا سيدي، شارفوا. تفضل. اهلا وسهلا. شرف. خيبو ثامر، بلاش مواخذي، شو هالأكلة؟ يا سيدي هاي مي، مي وبس. لا شو مي، رح ازعل منك. ها هاي شوربة الأرنب يلي هداني يا صديقي وحبيبي أبو مزعل مزراب. تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا. شبكن عم تصفنوا ببعض؟ تفضلوا، إن شاء الله فيها ألف صحة وهنا، بس اوعكن الزرزبو على أواعيكن. ها مثل ماني ما قلك يا ابو مزعل، اعتذر ورضيش يقضينا شغلنا، وفقيها بيطعمينا ما يبقلك هاي شوربه. شو الحكي شو الحكي، مش عم صدق يا عيلم. معقول ابو ثامر خرباصه ابن المستحيه يعمل هيك؟ مش عم صدق. يا حيف عليك يا ابو ثامر، يا حيف عليك يا ابو ثامر خرباصه. يا جماعه فعلا العز بيلبق لناس وناس، وهالزلمي هذا مريحه على ذيله. معلوم يا عمي معلوم، صار مسؤول، صار مسؤول على الكرسي وتنكر لأهل ضيعته. فعلا يا جماعة الكرسي بتنسئ. خيبو مزعل، أنا جبت لك سلة هالبيض وبتمنى بتمنى أنك تقبلها مني وتخجلنيش. وهاي قدرة اللبن كمان، لبن بلدي خيي غنم، كرمال أنك تعذبت وقدمت مساعدتك. وهاي قطرميز العسل خييه كرمال شهامتك. بس هذا كثير كثير يا جماعة، خجلتموني. نحن بدنا نخدم وبس.